من فارق أهل السنة سببه مجالسة أهل الأهوى والبدع. يا شيخ أحسن الله إليكم، ما حكم أن يتكلم الإمام بين صلاة التراويح في وسطها ويكون هذا دائما؟ هل يكون هذا إيش معنى يتكلم؟ يعني يقول استوى اعتدلوا؟ موعظة يعني. ما في. إذا قام إلى التسليمة الثانية فهمت؟ ورأى أن الصف قد اعوج أو أن المصلين قد تمايزوا وتفرق وصار فيهم فرجة فليقول استووا أو تراصوا ولا حرج. لكن موعظة يا شيخ. أما الموعظة فلا، لأن هذا ليس من هدي السلف، لكن يعظهم إذا دعت الحاجة أو شاء بعد التراويح. هل يكون هذا بدعة يا شيخ؟ إذا قصد بهذا التعبد بدعة، وعلامة قصد التعبد أن يداوم عليك كل ليلة. ثم نقول ليش يا أخي تعظ الناس؟ قد يكون بعض الناس للشغل يحب أن ينتهي من تراويحه وينصرف، ليدرك قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا كنت أنت تحب الموعظة ويحبها أيضا نصف الناس بل يحبها ثلاثة أرباع الناس فلا تستن الربع الثاني علشان يحب ثلاثة أرباع. أليس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن من الواعظ ضعيف والمريض وذا الحاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني لا تقس الناس بنفسك أو بنفس الآخرين الذين يحبون الكلام والموعظة، قس الناس بما يريحهم. صلي بهم التراويح، وإذا انتهيت من ذلك وانصرفت من صلاتك وانصرف الناس فقل ما شئت من القول. عرفت؟